مساحة ضيقة من أوسكار، لكن يضغط هشام ويلعبها الوليد، ومدحت عبادي يضغط تاني على عبد الصادق وأسامة عرابي في مساحات ضيقة برضو. كل ده إنما بمهارة بيفوت كويس قوي حسين عبد اللطيف، وبيخلصها حلو قوي حسين عبد اللطيف في منتهى الخطورة. خالد الغندور، خالد بيحاول يفوت، خالد ومعاه محمود أبو الدهب حاطط جسمه محمود، والحكم قريب بيقول العب. محمود أبو الدهب على طول لرضا أبعال، ورضا عايز يفوت رضا إنما بيتزق وفي فاول، فاول على طول يتلعب إنما مش من مكانه. ماتش سريع والريتم سريع جدا من فرقتين العمالقة أهلي وزمالك. رضا أبعال وبيستلم اوسكار ينقلها ناحيه اليمين على طول ابراهيم حسن. ابراهيم حسن ووليد صلاح بتلعب عليه مان تو مان زي ما حضراتكم شايفين اهو من مدحت عبد الهادي، ممسوك مان تو مان رجل لرجل وبياخد فاول وليد. وطلعت منصور بيلعب مان تو مان مع فيليكس. رضا عبد العال هيلعب الفاول، بيلعب الكره الطويله انما ما يلحقهاش ابراهيم ويمسكها جول كيبر نادر السعيد. نادر شوطة نادر عالية بتعدي نص الملعب، بيستلم عمرو بيعدي على طول عمرو بيلعبها بطن رجله في مساحة فاضية قوي، لكن فعلا فاضية من اللعيبة، مفيش ولا لعيب من النادي الأهلي هنا، مفيش غير طلعت منصور. يستلم طلعت على طول ويلعبها لعفت نصار، عفت طويلة لخالد الغندور بمهارة عالية يستلم تحت ضغط خصم، برافو خالد، يرجع بيها ورا لعفت تاني والكرة الطويلة في مساحة حلوة لكن متوقعها كويس قوي عمرو، وتتنقل تاني لابراهيم حسن. ابراهيم لهادي خشبه وبطن رجله في مساحه، ابراهيم حسن واحد ضد واحد، ابراهيم حسن عايز يفوت، ابراهيم يغير اتجاهه والوليد عليها تخوت حلوه انما مقطوعه في السكه، معتمد على طول يقطع ويلعبها طويله لاوسكار انما مغطي محمود ابو الدهب، وابراهيم يلحقها من الاوت. ابراهيم حسن عايز يفوت ابراهيم ومعاه محمد صبي، تتنقل تاني على طول هادي خشبه لرضا عبد العال. رضا عبد العال وعاليه مدحت عبد الهادي بدماغه انما في زقه وفي فاول، فاول لصالح النادي الاهلي. فاول وانا شايف محمود ابو الدهب هو اللي بيعدل الكوره، طبعا الكور دي بتفكرنا بالمدفعجي طاهر ابو زيد، كان دايما بيجيب اجوال من الحتت دي، شويط قوي ومحمود ابو الدهب من الشويطه الكويسه، وشوط فعلا وشوطه جامده انما على بال ما توصل تعلى مسافه بعيده قوي قوي وتطلع بره. نفس الوضع اوسكار بتلعب عليه مان تو مان، هو وخالد الغندور بتلعب عليهم مان تو مان من علاء عبد الصادق وعمرو الحديد، انما في ليبرو ساقط في نادي الزمالك اخر واحد معتمد جمال، وفي النادي الاهلي محمود ابو الدهب. ده بيبقى ليبرو للباكات، وفي ليبرو للهفاط اللي هو في نادي الزمالك اسماعيل يوسف بيبقى مغطي الاربعه حسين عبد اللطيف وعفت نصار ومحمد صبري واشرف يوسف، بيبقى الليبرو بتاعهم. ونفس الوضع بالظبط النادي الاهلي برضه، هادي خشبه بيغطي ابراهيم حسن ورضا وهشام حنفي واسامه عرب. الطريقه الجديده للديفندر ان بيبقى عنده مهام دفاعيه كبيره جدا، وهي انه بيكون ليبرو للهفاط اللي قدامه سواء كانوا اثنين او اربعه. 10 دقايق من بداية اللقاء ولسه النتيجة 0-0. الاوت بيتلعب، فيليكس يرجع بيها ورا لأسامة عرابي بطن رجله على طول، هشام في وسط اثنين هشام انما في حماس وعلى طول معتمد يلعبها طويلة في مساحة مشتركة محمود ابو الدهب ومعاه خالد الغندور انما محمود اطول بسن الجزمة يطلعها اوت. رجليه اطول محمود ابو الدهب يلحقها قبل خالد الغندور. حسين عبد اللطيف فات كويس حسين وبيلعب الكره على ايمن بعيد عاليه في منتهى الخطوره، هو جول، هو جول، يقدر يقدر يجيب جول ويلعبها، مش ممكن. ابراهيم حسن داخل في الوقت القاتل، اخطر كره في المباراه هنشوفها تاني، هي متعاده فايته ومتوقعه كويس قوي اوسكار وتلم عليها صح ولسه بيعدل نفسه. كان ابراهيم حسن عامل فرمله اقول ايه، يجي 3 4 متر وبينقض وبيطلعه وبينقذ هجمه في منتهى الخطوره اللي لازم ابراهيم حسن. اخطر كوره في المباراه لغايه دلوقتي انما اوسكار متلم عليها حلو قوي، مهارات عاليه جدا وتوقع كويس ان هي هتفوت. تاني تتلعب خالد الغندور ومع علي عبد الصادق، محمود ابو الدهب واوت، اوت الرايه مدي اوت على محمود ابو الدهب والحكم مدي اوت لمحمود ابو الدهب، فطبعا راي الحكم هو اللي هيمشي. ترجع ورا لشوبير،
الكره اللي فاتت بتاعت اوسكار دي قويه وخطيره وفيها فكر عالي جدا منه وفيها ذكاء وقوه من ابراهيم حسن. اسماعيل يوسف يرجع بيها ورا نادر السيد. نادر السيد بيلعبها على طول لطلعت منصور وبطن رجله طلعت لخالد الغندور. مهارات عاليه قوي في الاستلام خالد الغندور تحت ضغط خصم وبياخد فاول. علي عبد الصمد اهو بيلعب معاه في كل مكان وخالد على طول يلعبها لكن الكره كانت متحركه. لازم الكره تبقى ثابته. كل تيم بيحاول يقفل مفاتيح لعب الفريق الثاني وفي حذر من الفرقتين انما المهارات العاليه باينه في الاستلام وبالذات تحت ضغط خصم من خالد الغندور باينه قوي ومن وليد صلاح باينه جدا. هيفت نصار بدماغه علاء عبد الصادق يردها ورضا بقى المشتركه واسماعيل يوسف وبدماغه يلمسها محمد صبري والكره الطويله على طول. اوسكار بيتابع عنده متابعه كويسه اوسكار انما ترجع ورا محمود ابو الذهب. ابو الذهب والكره الطويله على طول انما مدحت يا سلام يا مدحت قطع باص حلو قوي وابراهيم حسن ضاغط وفي فاول. الجهاز الفني لنادي الزمالك مستر ريدل استاذ سمير السيد وكابتن محمود كابتن عبد الرحيم وكابتن عماد المندوب. الفاول على طول بتلعب نقل نفسه محمد صبري قرب من خط محمد وعلى مره واحده بيحاول يلعب انما بياخد كورنر. كورنر لنادي الزمالك. النهارده بنشوف وجوه في نادي الزمالك معتمد جمال ومحمد صبري و مدحت عبد الهادي طبعا بداوا يثبتوا نفسهم واقدامهم في نادي الزمالك. خالد الغندور هيلعب الضربه الركنيه على طول بتلعب على الايمن القريب انما بيطلع ابراهيم حسن. رضا عبد العال عايز يتلم عليها عاليه لسه مشتركه مدحت عبد الهادي. اشرف يوسف ويلعب الكره الطويله اشرف وحسين عبد اللطيف بيحاول يشترك حسين وعملوا تبادل اماكن اماكن. حسين واشرف تتردي تاني محمد صبري وبيلعبها على طول في المنطقه العكسيه لكن طويله شويه طويله شويه وضاغط حسين وبتطلع بره كورنر. اثنين كورنر في اقل من دقيقه لنادي الزمالك واحده من ناحيه الشمال واحده من ناحيه اليمين. خالد الغندور متخصص الضربات الثابته ومدحت عبد الهادي طالع اهو شايفينه في الشاشه وطبعا وده الجهاز الفني للنادي الاهلي والاحتياطي وحسام حسن باين في الصوره اهوت لابس جزمه التدريب مش موجود في الاحتياطي. خالد الغندور عاليه وطالع شوبير من اعلى نقطه بيمسكها او نقول يلتقطها شوبير. برافو شوبير ومعاه مدحت عايز يعمل فاول تكتيكي وفعلا ذكاء من مدحت عبد الهادي عشان يلحق يرد وراجع بسبرينت اهو مدحت. علاء عبد الصادق علاء بيلعب الكره الطويله بتفوت بتفوت وبيخلصها نفسه وليد صلاح عدد واحد في منتهى الخطوره. وليد عايز يفوت وليد انما وقفت تحت رجله معتمد جمال حاطط جسمه بيشتت على طول معتمد في منتهى الخطوره. الكره اللي فاتت دي وغير متوقعه وفي زقه وفي فاول مصفر الحكم عبد الرحيم العرجون مدي فاول لنادي الزمالك. اتلعب على طول حسين ببطن رجله. حسين بيلعبها لاسماعيل يوسف بيغمزها اسماعيل بسن الجزمه لمحمد صبري لكن يضغط هادي خشبه ويلعبها هادي لفيليكس. فيليكس على طول تاني لرضا عبد العال اللمسه الواحده حلوه لوليد صلاح يستلم ويلف وليد يستلم ويلف وليد واسامه عرابي ينقلها على طول لرضا عبد العال. اربع خمس نقلات حلوين قوي ترجع ورا تاني لرضا وبطن رجله رضا طويله انما تترد تترد ومعتمد لمسه ولعبها على طول. يلعبها لاشرف يوسف ومحمد صبري مهاره عاليه خلصها حلو محمد وفي في التحامات وفي قوه شغل كاس العالم بقى التحامات وقوة ومش فاولات بيلتحم وبيلعب على الكورة أداء رجولي من اللعيبة. أشرف يوسف يرجعها ورا أشرف لمعتمد جمال وعلى طول معتمد يلعب الكورة الطويلة العالية علاء عبد الصادق بيردها. عفت نصار بيفوت عفت بيفوت عفت بيفوت من واحد ومن الثاني وبيحط جسمه عفت نصار وبيلعب الكورة البينية حلوة لأوسكار وسط اثنين أوسكار إنما بيضغط عليه على طول علي عبد الصادق ويحط جسمه ويتلعب على طول لرضا عبد العال. ورضا عبد العال بيحاول يفوت رضا اللمسه الواحده من رضا اسامه عرابي ماشي قدام
ماشي اسامه بيحاول يفوت اسامه وفي فاول من اسماعيل يوسف برضه فاول تكتيكي وفي انذار اول انذار في المباراه اسماعيل يوسف فاول تكتيكي اهو معمول لان طبعا في زياده عدديه من النادي الاهلي وفي الكونتر اتاك معموله هنا حلو قوي اللي هي الهجمه المرتده فهنا في ذكاء من اسماعيل يوسف وخبره انه بيعمل فاول تكتيكي عشان يمنع الزياده العدديه دي انما قطعا كان نصيب وانذار ماتش سريع وجميل وريدل بيكلم لاعيبته وليد صلاح ورضا عبد العال رضا بيلعب الكره الطويله لكن معتمد بيردها تترد لهادي خشب اللي عايز شوت هادي وبيلعب فعلا بيشوط انما مقفوله يلحقها اشرف يوسف والفرمله من ابراهيم حسن وفي مدي فاول على ابراهيم حسن فاول لنادي الزمالك ان شاء الله انا بزيل لحضراتكم الشوط الاول وهيكون معانا كابتن مصطفى الكيلاني في الشوط الثاني تقليد جديد بنعمله البرامج الرياضيه المخرجه وفاء فاضل على اعتبار يبقى كل شوط بمعلق مختلف محمد صبري المس على طول محمد صبري ناحيه اليمين حلوه لحسين عبد اللطيف انما طويله تطلع بره اوت رمي التماس للنادي الاهلي علاء عبد الصادق هيلعب علاء بيلعب على الخط انما بدماغه بيروت على طول طلعت وتاني عمرو الحديد الكره عاليه يستلم وليد صلاح ويلف وليد صلاح في بطن رجل وليد على طول بيحاول يستلم مضغوط عليه اوسكار انما مضغوط عليه فيليكس وبياخد فاول مهم اول استلام تحت ضغط خصم ما بيكون ظهره للخصم وبيستلم وهو مضغوط عليه وعنده القدره انه يستلم ويلف طبعا دي عايزه مهارات عاليه قوي ومش اي لعيب يقدر على المهمه دي من بعيد او بيشوف محمود ابو الدهب تترد اسامه عرابي بيضم لجوه اسامه بيضم لجوه هنشوف هيخترق ازاي اسامه عرابي عايز يسلمها يرجعها ورا لهادي خشبه وهادي تاني في وسط اثنين وليد تطول وفي مساحات ضيقه وبيحاول يخترق رضا عاليه انما بيطلع نادر السيد فيها مفاجاه من رضا عبد العال لكن نادر على طول بيطلع ويمسك نادر وبيردها على طول نادر فترات التوقف قليله جدا والماتش سريع والكره الحقيقيه اللي بتلاقيها في الماتش سريعه اللمسه الواحده من اسماعيل بمهاره عاليه يا سلام يا اسماعيل لعفت نصار بيفوت عفت انما بتطلع بره لنادي الزمالك سابها عفت بيضغط على عبد الصادق انما في زق او في فاول في فاول على النادي الاهلي حارس كابتن شطه كابتن محمد رمضان كابتن احمد ماهر كابتن علاء شاكر واحتياط النادي الاهلي وحسام حسن باين في الصوره اهو 20 دقيقه ولسه النتيجه 0-0 واسماعيل يوسف على طول على الام ورايبه بيلعبها عاليه وهيفت نصار بدماغه بيلمس وكورنر كورنر رايح لها خالد الغندور واوسكار بيكلم عبد الرحيم العربون كورنر خالد الغندور هيلعب تتلعب عاليه بتعمل كيرف لكن بره منطقه الجزاء عفت نصار بيحاول يلمس ومدحت عبد الهادي في مساحات ضيقه في مساحات ضيقه مدحت عبد الهادي يتلم عليها مدحت وبيستنى محمد صبري بيلف له ما يدلوش يلعبها في المنطقه العكسيه في منطقه خطوره هو جول هو جول ويلعبها في العرض خطره مش ممكن حلوه 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 من مدحت عبد الهادي عاملها اهي مظبوط قوي في البلايند سايد اللي هي المنطقه العاميه معموله نموذج فعلا صعب قوي على علاء عبد الصادق انه يتلم عليها وعملها بالعرض اهو انما شوبير بيطلع من اقرب نقطه وينقض عليها ويمسك بدماغه اشرف ومدحت عبد الهادي على طول اللمسه الواحده محمد صبري تاني هات وخد وفي مساحه بيلعبها اوسكار وهات وخد حلو قوي بيعملها مع مساحات ضيقه لكن عمرو يقطع على طول تتلعب لهادي خشب عنده مساحه هادي يلعبها طويله لوليد صلاح هات وخد
وتاني بيخلصها لنفسه ادي خشبه ترجع ورا الوليد صلاح ساط وسط لافاتي ستيلر واللمسه الواحده من رضا لامح كويس قوي اللي بيسموها الاي لاين برافو رضا عبد العال والكره على طول على مره واحده انما راجع عفت نصار بدماغه بيطلعها فرشه نظر كويسه قوي من رضا عبد العال في الكره اللي فاتت وتاني تطرد رضا عبد العال يستلم رضا انما معاه خالد الغندور الاثنين مهارات عاليه والاثنين مش طوال انما في زقه وفي فاول في فاول لرضا عبد العال على طول الفاول بيتلعب في مساحه كويسه لهشام هشام حنفي قرب من الخط يلعبها على مره واحده عاليه وبتناول فيليكس يرجع بيها ورا خطره يا سلام يا فيليكس فيها فكره عاليه قوي بس عايز حد يتابعها تترد تاني اسماعيل يوسف وينقلها على طول اسماعيل يوسف لاوسكار واحد ضد واحد اوسكار بيحاول يفوت انما ابراهيم حسن يضغط وفي زقه وفي فاول ماتش ريتمه سريع جدا وفي لعيب واقع من نادي الزمالك لعيب واقع من نادي الزمالك والجهاز الفني نازل بيكلم لاين مان لاينز مان وبيعترض لعيب نادي الزمالك بيقول له ان في ضرب من غير كوره وفي كارت احمر كارت احمر كارت احمر لابراهيم حسن كارت احمر لابراهيم حسن اول طرد في المباراه كارت احمر لابراهيم حسن الماتش مثير وحماسي واللعيبه اعصابها مشدوده واكرامي نازل بيهدي ابراهيم حسن عشان يخليه ما ينفعلش طبعا هو اللعيب هنا بيبقى نفسه انه يلعب يعني ابراهيم حسن هنا هو بيبقى زعلان على انه مش هيلعب او هيتحرم من اللقاء ونازل حسام حسن بيهدي اللعيبه وبيهدي زمايله ان شاء الله نتمنى ان المباراه تطلع نظيفه انما قطعا الاعصاب المشدوده لان المباراه قويه وحماسيه ومهمه انما هو قطعا هنا التقدير بيرجع للحكم قرار الحكم هو القرار اللي بيعترف بيه واللي بيمشي بيه كل اللعيبه لسه اللعب واقف لسه اللعب واقف هو الخلاف هنا على ان ابراهيم حسن الحكم بيقول ان هو ضرب لاعب من نادي الزمالك بدون كوره انما كل انظارنا كانت موجهه في اتجاه تاني فطبعا مش واضحه وما شفناهاش انما اللاين زمان هنا والحكم بيكونوا رابطين مع بعض فهم اللي بيدوا القرار وفي انذار لشوبير انذار المباراه كانت سريعه وفيها كوره عاليه انما لعيبه النادي الاهلي اعصابه مشدوده بعد طرد ابراهيم حسن قطعا ابراهيم حسن كان فايق قوي وكان ماشي كويس جدا ويمكن لعيب عنده خبره وقوه ضربه في تيم النادي الاهلي فقطعا لما بيطلع ابراهيم حسن بيلعبه ناقصين لعيب ومش اي لعيب كل تيم النادي الاهلي بيعترض حتى الاحتياطي كمان بيعترضوا على طرد ابراهيم حسن لسه النتيجة 0-0 والحكم لسه موقف اللعب بعد طرد إبراهيم حسن وبدأت الأمور تهدى لقاء تاريخي ومصيري بيتحدد عليه حاجات كتير قوي اللقاء ده كده النادي الاهلي هيلعب ب 10 لعيبه ناقص ابراهيم حسن بعد طرده وهيستأنف حكم اللعب الفاول على طول بيتلعب محمد صبري يضم الجون محمد صبري
يضم لجوه ويرجعها ورا لعفت نصار. عفت لمعتمد جمال اللي بيزيد معتمد، بيزيد معتمد جمال وبيلعبها على طول الكره العكسيه، انما طالع شوبير بيمسك شوبير. مستواه عالي جدا الفتره الاخيره دي شوبير، بيتالق من المباراه للثانيه. السن ده طبعا الجول كيبر هنا بيزداد خبره. وليد صلاح بيفوت كويس، وليد صلاح وبيلعب كره طويله لفيليكس مع مدحت عبد الهادي. مدحت على طول على مره واحده، مدحت يطلعها بره. دائما التماس للنادي الاهلي. دائما التماس للنادي الاهلي. اسامه عرابي يرجع بيها ورا اسامه لعلاء. علاء عبد الصادق في مساحه ضيقه انما تترد، وتاني بيخلصها اسامه عرابي. ومعاه طالع ومعاه حسين عبد اللطيف ياخد اوت اسامه. الاوت على طول بتلعب لوليد صلاح. وليد صلاح كل دي مساحات ضيقه، واحد ضد واحد. اسامه بيحاول في مساحه ضيقه يفوت ويلعبها انما بتطلع بره. ضربه مرمى لصالح نادي الزمالك ولسه النتيجه تعادل بدون اهداف. بتلعب على طول عفت نصار لخالد الغندور، يستلم خالد انما ضغط عليه عبد الصادق معاه زي ظله ما بيسيبوش ابدا. وفيليكس يخترق، فيليكس خلصها لنفسه بيلعبها على طول طويله لهشام. هشام في مساحه، هشام في مساحه بيحاول يستلم ويلعبها بالعرض ويتابعها تاني هشام انما تطلع بره. كورنر، ضربه ركنيه لصالح النادي الاهلي. وبيلعبوا 10 لعيبه النادي الاهلي بعد طرد ابراهيم حسن. رضا عبد العال هيلعب الكورنر. رضا عبد العال يلعبها على الايمن قريب بدماغه، عمرو بيحاول يلمس وتترد تاني بمنتهى الخطوره. وليد صلاح ما ملاش وش رجله فيها وتترد تاني. محمد صبري، محمد صبري بيلعبها لخالد الغندور انما هشام حنفي ينقل اللعب من ناحيه شمال في مساحه لاسامه عرابي. اسامه عرابي غير اتجاهه ومعاه عفت نصار. تترد ورا لمحمود ابو الدهب، محمود لعلاء عبد الصادق. وعلاء بيلعب الكره الطويله على طول وبيحاول النادي الاهلي انه يهجم ما يعملش انكماش عشان ما يديش فرصه لنادي الزمالك انه يضغطهم، وخاصه بعد طرد ابراهيم حسن. فبيبتدي بالمبادره النادي الاهلي. بيبتدي بالمبادره الهجوميه عشان ما يعملش الانكماش. فاول طالع محمود ابو الدهب هيلعب ومعاه اسامه عرابي. بيلعب على مره واحده قنبله وانما بيطير نادر السيد. يا سلام شوطه صاروخ، قنبله شوطه حلوه وصد. ده هنشوفها تاني اهي. محمود ابو الدهب عاملها ببطن رجله انما قويه جدا وراحه في مكان قاتل. انما نادر السيد بيطير بمهاره عاليه وبيطلعها على طول. كورنر وفي ضغط من النادي الاهلي. رضا عبد العال عاليه وتاني نادر بالمسا وتطلع فوق العارضه. كورتين ورا بعض من اكثر ما يكون. وهجوم ضاغط من النادي الاهلي. رضا عبد العال بنشوفها تاني فيها هلشه سنه ونادر بمهاره بيطير وبيلمسها وبيطلعها. كورنر، وليد صلاح هيلعب على طول هشام حنفي والتاني وليد بمهاره بيفوت، بيحاول يفوت انما مقفول عليه الزاويه، زاويه الرؤيه وزاويه التمرين مقفوله. تترد هشام حنفي هيلعب رمية التماس ولسه ضاغطين النادي الاهلي. تتلعب على طول انما بيقطع حسين عبد اللطيف ومهاره يلعبها حلوه لاسماعيل يوسف وسط اثنين اسماعيل انما بياخدها اسامه عرابي. وبسن الجزمه رضا عبد العال، رضا عبد العال لاسامه عرابي. علاء عبد الصادق ببطن رجله على الارض واللمسه الواحده في مساحه ضيقه لكن تطلع بره. بار اوت، رامي التماس لنادي الزمالك. طلعت منصور وبيفوت عفت نصار، بيفوت عفت نصار وبيفوت تاني مهارة عالية. يا سلام يا عفت وبطن رجله بيلعبها لخالد الغندور وخالد بيشوط انما ضعيفة ضعيفة. عفت نصار وخالد الغندور
من اللعيبه الممتازين اللي ظهروا بمستوى كويس قوي في الفتره الاخيره، وبالذات في الماتش الاخير بتاع الترجي بصرف النظر عن النتيجه. انما عفت جاب جول جميل قوي من اجوال كاس العالم، وخالد الغندور نزل غير شكل التيم تمام. اسماعيل يوسف يستلم اسماعيل وبطن رجله حلوه، يلعبها لمحمد صبري، ماشي محمد وتاني لاسماعيل، انما رضا عبد العالي يضغط، خلصها لنفسه رضا وبيفوت رضا واسماعيل. رضا بياخدها منه هشام حنفي بيحل له الموقف، لكن يضغط اوسكار خلصها لنفسه واحد ضد واحد، وفاول وفاول. اوسكار بيعمل حاجات جميله جدا، وهي انه بيضغط وبيحاول يحيي هجمه او يضغط على الخصم يغلطه ويستخلص الكوره وتتنقل تاني. طلعت منصور ومعاه وليد صلاح، وفي حاطط ايده في جيبه وقطع، يبقى في انذار، في انذار لطلعت منصور. نفس الحماس والقوه بتاعت ماتشات كاس العالم بالظبط، انا قاعد كاني في كاس العالم، شكل الاستاد بالجمهور بالجمال بالكوره الحلوه. انما يا ريت الاعصاب تهدى شويه عشان نقدر نستمتع باللقاء. محمود ابو الذهب وشكله هيشوط من هنا ولا ايه؟ واخد قرار الشوط، وفعلا شوطه جامده، انما بتوصل تخبط وتفقد قوتها في الحيطه ويمسكها نادر السيد. نادر بيده على طول، اشرف يوسف بنشوفها تاني اهي، شويت فعلا رجله قويه جدا محمود ابو الذهب، ويمسكها نادر. عفت نصار ببطن رجله، عفت لمدحت عبد الهادي ونقل نفسه، عفت خد مكان كويس بقى بوشه عفت، هنشوف التحرك ده وبيلعبها، انما ما ربطش فيها كويس مع اوسكار، تترد على طول، تترد تاني اسامه عرابي، واسامه بيلعبها طويله، ومدحت بتشوت مدحت وبيحاول فيليكس، انما مغطيه معتمد جمال بيأدي دور كويس قوي النهارده معتمد جمال. وليد صلاح بيتزق وياخد فاول، التيمين قافلين منطقه العمق، بيلعبوا بثلاثه، اثنين مساكين وواحد ليبرو، الفرقتين ابو الذهب لوليد صلاح على طول، بتلعب طويله، فيليكس مهاره عاليه، هنا الاستلام اهو تحت ضغط خصم، واستلمه بقى بوشه وسلمها صح، برافو فيليكس، ويلعبها حلوه لهشام حنفي اللي بيتحرك كويس، هشام وبيحاول، انما مع اشرف، اشرف يوسف على طول يسلمها طويله لمحمد صبري وبيتابع اوسكار، انما بره تيم النادي الاهلي دلوقتي بيلعب بدون حسام وابراهيم، قوه ضربه في التيم مفيش كلام. هشام حنفي بيخلصها كويس عمرو الحديدي، وبيلعبها رضا عبد العال، بتفوت من تحت رجله، بيتابعها فيليكس، عايز يتلم عليها فيليكس، عايز يتلم عليها واحد ضد واحد، بيحاول يفوت ويرجع ورا، انما قافلين نادي الزمالك عاملين بوكس صح، بيسموها بوكس اللي هو اربعه بيضغطوا على اللعيب زي اللي شفناها في كاس العالم بالظبط من تيم البرازيل. وتتنقل تاني حسين عبد اللطيف يلعبها حلوه، محمد صبري لاسماعيل يوسف، فات اسماعيل يوسف، فات اسماعيل يوسف، بينطلق اسماعيل، ماشي اسماعيل بيهدي اللعبه، بيدور على زمايله، بيدور على زمايله، يرجع بيها ورا لحسين عبد اللطيف، وحسين ويلعب الكره العاليه العكسيه ناحيه محمد صبري، بيلمسها بدماغه حلوه، لكن ابو الدهب على طول بيشتت عاليه، وتترد تاني مدحت عبد الهادي، اسماعيل يوسف يستنى ويهدي اللعبه ويلعبها لعفت نصار، وعفت ببطن رجله في مساحه فوتات خطوره، محمد صبري، محمد صبري عايز يشوط محمد، انما بتقلش، مميز محمد صبري في الحته دي، بيشوط من هنا كويس، بس بيشوطها في الزاوية البعيدة، لما بتروح في الزاوية البعيدة بتبقى كويس. هجمة هنا وهجمة هنا ولعب سريع. إنما الأعصاب لو هدت يقدروا يتحكموا في الكورة أحسن من كده ويسلموا أحسن من كده. فرقتين. شوبير 35 دقيقة فاتهم، طبعًا غير الوقت الضايع لأن في وقت ضايع كتير. بيستلم محمد صبري بمهارة. وبيحاول يضم لجوه مع هشام حنفي، بيفوت محمد، انما في شنكاله وفي فاول، في فاول محمد صبري، وهشام حنفي بيسلم عليه روح رياضيه كويسه، بيلتزم بناحيه دفاعيه كبيره هشام حنفي،
انه بيغطي وبيرد في الناحيه الدفاعيه على اساس يدي فرصه لرضا عبعال انه يزيد. فاول لنادي الزمالك، خالد الغندور اللي هيشوط. خالد وبيلعبها على الايمن البعيده عاليه، لكن شوبير على طول بيمسك شوبير بيمسك شوبير وشوبير بشوطة عالية. كل تيم هنا يمكن شوية خايفين يحضروا، لأن الفرقتين بينفذوا الضغط على الخصم المظبوط، فالتلت الدفاعي ما بيحضروش فيه، بيلجأوا لشوطة الجول. إسماعيل يوسف واللمسة الواحدة حلوة لطلعت منصور، بيزيد طلعته بينطلق، إنما بيضغط عليه فيليكس ويلعبها على طول لهشام. هشام حنفي ماشي، هشام ويلعبها اللمسة الواحدة لفيليكس. استلم فيليكس بقى بوشه، بيهدي اللعب وبطن رجله على طول لرضا. رضا بيغير اتجاهه ويستنى على عبد الصادق اللي بيزيد، وعلى على طول وليد صلاح. استلم وليد وحط جسمه مظبوط قوي في وسط اثنين وبيحاول، لكن اسماعيل يوسف نموذج اسماعيل يوسف في التغطيه مميز فيها جدا جدا، يغطي زمايله وتتلعب على طول لخالد الغندور. خالد بينطلق ومع علاء، ماشي خالد ومع علاء يلعبها، انما بيقطعها دي خشبه وتابعها تاني خالد الغندور، لكن طويله طويله تطلع بره. اوت بيتلعب لشوبير، بيهدي اللعب شوبير. والنادي الاهلي بيلعب ب 10 لعيبه بعد طرد ابراهيم حسن. شوبير على طول عاليه، ما بيحضروش خالص الفرقتين في التلت الدفاعي. اسماعيل يوسف يستلم اسماعيل وبيلعبها على طول لعفت نصار بمهاره عاليه، يستلم عفت وبيلعب اللمسه الواحده، لكن راجع لشوبير على طول. وليد صلاح يستنى، استلم وليد صلاح بيحاول يفوت وليد لكن اتقطع ويتابعها رضا بعال. كرة طويلة لفيليكس هو الجول، واحد ضد واحد فيليكس، يغير اتجاهه في منتهى الخطورة في منتهى الخطورة ويلعبها بالعرض، ياه بيقطعها أشرف يوسف في توقيت قاتل، برافو أشرف. اتنين تاني على طول هجمة في منتهى الخطورة تاني لأوسكار، هجمة هنا وهجمة هنا، هجمة هنا وهجمة هنا. اللعب السريع الجميل الممتع. محمد صبري الاوت يلعبها لخالد الغندور. محمد صبري اللمسه الواحده لاشرف يوسف وعفت نصر يستلم يلعبها لاسماعيل يوسف المايسترو بتاع نادي الزمالك النهارده. اسماعيل وبطن رجله يلعبها على طول اسماعيل، انما في زقها لخالد الغندور. علاء عبد الصادق مش سايبه، لو خرج يشرب ميه هيخرج معاه، مش سايبه مش مديله مساحات. محمود سعد اهو بيكلم لعيبته والفاول على طول بيتلعب، فيها سرعه ومباشره سريعه انما مش متوقعها. محمد صبري شوبير باقي خمس دقائق بس طبعا على ساعتي انا، انما في وقت ضايع كتير، الوقت بتاع طارق ابراهيم حسن. عاليه بدماغه حسين عبد اللطيف انما بيردها عام ويستلم معتمد جمال ببطن رجله على طول، معتمد لمحمد صبري انما ضغط عليه، هذه خشبه وفي فاول، في فاول حكم الرابع حكم الدوري محمد معوض. محمد صبري بينقل اللعبه على طول لحسين عبد اللطيف. حسين لعفت نصار استلم ولف عفت وبيستنى حسين، بينطلق بينطلق عفت بيغير اتجاهه ما بتروحش منه وبيلعبها على طول على مرة واحدة، انما بدماغه عمرو الحديدي ويطلعها بره بره. كورنر لصالح نادي الزمالك، هيلعبها خالد الغندور. خالد الغندور وساب الكورة وجري خالد. لسه برضه الاعصاب مشدوده وبيكلمه الحكم عبد الرحيم العرجون، ولسه زي ما حضراتكم شايفين النتيجه
0-0 بين الزمالك والاهلي، والحكم العرجون جاي بيكلم حكم محمد معوض عشان يشوف يحل المشكله دي. ماتش كبير ولقاء قمه، انما يا ريت الاعصاب تهدى شويه عن كده عشان نستمتع باللقاء ونشوف كوره حلوه، لان قطع من الاعصاب لما بتتشد بتاثر على حساب الناحيه الفنيه. فعلا راح محمد معوض يهدي الجمهور، والكورنر هيلعبه خالد الغندور. خالد الغندور بيلعب الكره على طول عاليه وبدماغه بيلمسها، انما بيطلع عمرو وتترد تاني. محمد صبري بيلعب على طول في المنطقه العكسيه محمد صبري، لكن شوبير متوقع وطالع ماسكها شوبير على طول. شوبير بيلعبها لعمرو لهادي خشبه، هادي خشبه لعلاء عبد الصادق لمحمود ابو الذهب، ومحمود على طول عاليه مشتركه انما تترد تاني. اسامه عرابي يستلم، اسامه يستلم وبيفوت كويس، اسامه عرابي بيرجع بيها لرضا عبد العال. رضا عبد العال الكره الطويله على طول لفيليكس وبيحطها له كويس قوي، مهاره عاليه تاني رضا عبد العال. يا سلام يا رضا، مهارات عاليه ويلعبها على طول ناحيه اليمين حلوه لهشام حنفي. نقل نفسه هشام وبيحاول ياخد اوت، وفعلا خد اوت هشام، اللعيب المهاري وقدراته عاليه طبعا بيسعد الجمهور مفيش شك. اسامة عربي يستلم وحسين عبد اللطيف ضغط عليه مش سايبه، انما تتقطع وبيخلصها لنفسه محمد صبري، لكن معاه هشام، محمد وهشام، وهشام في وسط اثنين بيفوت كويس هشام وبيحاول يشوط هشام، انما طبعا لسه الشوطه ضعيفه. هشام حنفي مجهود كويس قوي ووافر، انما الشوطه الاخيره جايه ضعيفه. راجع هشام حنفي ولسه النتيجه 0-0. مدحت عبد الهادي بنلعب في الدقيقه 43، داخلين على الدقيقه 44 طبعا غير الوقت بدل الضايع. عفت نصار ماشي، عفت ببطن رجله، عفت يلعبها لطلعت منصور بيرجع ورا على طول تتلعب. مدحت عبد الهادي يستلم كويس قوي محمد صبري، محمد صبري عايز يفوت محمد في مساحه ضيقه في وسط اثنين، انما ضاغطين النادي الاهلي بيخلصها هادي خشبه على طول، وخدوا على السبت فات كويس قوي هادي خشبه وبيلعبها لكن مقطوعه. يقطع اسماعيل يوسف لحسين عبد اللطيف يلعبها على طول لعفت نصار، والكره طويله حسين عبد اللطيف في وسط اثنين لكن مغطي عمرو، مغطي عمرو الحديدي وشتتها، انما ضعيفه توصل لعفت نصار. عفت في وسط اثنين، عفت عايز يفوت، عفت بقى في وسط ثلاثه، انما المساحات ضيقه قوي تتقطع على طول توصل وليد صلاح ويتزق وليد وياخد فاول، ياخد فاول، فاول للنادي الاهلي. داخلين على الدقيقه 45 لسه النتيجه 0-0. محمود ابو الذهب عاليه اخر واحد على طول بدماغه معتمد، انما فيها مخاطره ولكن فيها ثقه بالنفس من معتمد بيرجعها لجولو نادر السيد. مدحت عبد الهادي، محمد صبري، اسماعيل يوسف على طول، اسماعيل معتمد والكره الطويله ترجع ورا تاني. كل دي تحركات وتحضير بيحاولوا ان هم يخترقوا بالباصات الطوليه، وفعلا نقل نفسه حلو قوي خالد الغندور من محمد صبري ياخدها. خالد واحد ضد واحد يلعبها ببطن رجله، انما مساحات ضيقه تتشتت، مساحات ضيقه. مدحت عبد الهادي، الفرقتين كانوا بيتدربوا على الشوط من خارج منطقه الجزاء لان كان متوقع ان يكون في تكتل او في انكماش في منطقه العمق. رضا عبد العال بيفوت، رضا يلعبها لوليد صلاح، وليد على طول، وليد لاسامه عرابي، اسامه عرابي لعلاء وطويله من علاء، انما بيردها طلعت منصور، علاء تاني
بدأت تكتر. بنلعب في دقيقة 46 وفاول للنادي الأهلي. إن شاء الله هيزيد لحضراتكم الشوط الثاني كابتن مصطفى كيلاني، أنا معاكم في الشوط الأول ومصطفى كيلاني معاكم في الشوط الثاني. وليد صلاح في وسط اثنين بيفوت وليد وعايز يفوت في وسط ثلاثة، فات فعلا وليد بمهارة عالية ويلعبها في منتهى الخطورة وبيخلصها نفسه، هو جول وبيشوط، ياه مش ممكن. حلوة من هشام حنفي ووليد صلاح عملها له نموذج نوصله للجول واتلم عليها كويس قوي هشام حنفي، انما اللمسه الاخيره طلعت ضعيفه. كورنر للنادي الاهلي، ويا ترى في الثواني اللي باقيه هيحصل ايه؟ بنلعب في الدقيقه 46 اهو. كورنر للنادي الاهلي، هيلعب رضا لوليد صلاح. وليد عايز يفوت، وليد عايز يفوت، وفي مع محمد صبري مش سايبه، انما اعتقد في فاول على محمد صبري، فاول من مكان احسن من كورنر. فاول وليد صلاح اللي هيلعب ومعاه رضا عبد العال. رضا عبد العال وبتلعب على طول انما تترد تاني، وهادي خشبه عامل تغطيه كويسه ويلمها تاني، هادي خشبه يرجع بيها ورا لاسامه عرابي، بطن رجله طويله واللمسه الواحده حلوه ونقل نفسه وليد صلاح بيحاول يفوت، وليد ياخدها منه اسامه عرابي بقى بوش اسامه انما قافلين نادي الزمالك، وتاني هادي خشبه فعلا بينفذ التغطيه او الكفرنج مظبوط. هادي خشبه بيجيبها لهم تاني، لعبها الرضا لهادي خشبه انما رجع اوسكار تترد، وليد صلاح بيلعب الكره الطويله انما مقطوعه، محمد صبري يقطع يفوت صبري ويسلم صبري يلعبها ناحيه اليمين لحسين، حسين عبد اللطيف لخالد الغندور عايز يهرب من الرقابه، خالد فعلا ساقط يستلمها بقى بوشه خالد الغندور ويلعبها لحسين عبد اللطيف، حسين عبد اللطيف والكره العرضيه من حسين انما على الارض في متناول الرجلين بتوع في متناول رجلين دفاع النادي الاهلي، تتقطع ومدحت عبد الهادي تاني، معتمد جمال لاسماعيل يوسف، ماشي اسماعيل وفي مساحه كويسه بيلعبها لمحمد صبري، محمد صبري يقرب من خط محمد وعلى مره واحده الكره العرضيه العاليه انما بعيده قوي بيتابعها حسين وتاخر، يرجع بيها تاني لطلعت، طلعت اسماعيل يوسف بيقود الهجمه تاني، اسماعيل يوسف وبينقلوا اللعب ناحيه الشمال، واحد ضد واحد محمد صبري معاه هادي خشبه لكن هادي بيحط جسمه ويقطع بدون ما يعمل فاول، وهادي تاني هادي خشبه رضا عبد العال، رضا انما في زقه، في زقه فيليكس وفي فاول، بنلعب في الدقيقه 49 اربع دقائق من الوقت بدل الضايع، لسه النتيجه 0-0. الجهاز الفني نادي الزمالك اعصاب مشدوده جدا سواء نادي الزمالك او النادي الاهلي، كله بيترقب ايه اللي هيحصل في ماتش القمه. محمد صبري يستلم وعلى طول اللعبه السريعه على العكسيه لخالد الغندور لكن معاه لاعب عبد الصادق برضه مش سايبه، علاء بينط عالي وخالد يستلم، الكره بقت على الارض يرجع بيها ورا خالد استحوذ عليها كويس لحسين عبد اللطيف، حسين عبد اللطيف يضم لجوه حسين وعنده مساحه بيفوت حسين عبد اللطيف، هيلعب الكره الطوليه يلعبها بالعرض لاشرف، اشرف يوسف يضم لجوه وبيزيد عفت بيزيد طلعت لحسين، محمد صبري اربع خمس نقلات انما لسه قدام عينين الديفنس بتاع النادي الاهلي، هنشوف هيخترقوا ازاي. خالد الغندور ويرجع ورا لمعتمد جمال، معتمد جمال وبيصفر الحكم الدولي حسب خمس دقائق وقت ضايع، حكم الدولي عبد الرحيم العرجون بانتهاء الشوط الاول والنتيجه التعادل بدون اهداف بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. سيداتي انسات ساداتي استراحه قصيره ومع الزميل مصطفى كيلاني مع احداث الشوط الثاني. الشوط الثاني من لقاء القمه رقم 74 بين قطبي الكرة المصرية، النادي الأهلي صاحب الملعب النهاردة ونادي الزمالك. انتهى الشوط الأول بتعادل الفرقتين بدون أهداف، وشايف أنا مفيش تغيير في صفوف الفرقتين. بيحكم ماتش النهاردة طاقم تحكيم من المغرب الشقيق عبد الرحيم
العرجون، وبيساعده سعيد احشاد وازهار مصطفى، والحكم الرابع الكابتن محمد معوض الحكم الدولي المصري. جمهور كبير بيحضر ماتش النهارده، ومفيش احداث في الشوط الاول، يمكن طرد ابراهيم حسن من تيم النادي الاهلي، ده اهم احداث الشوط الاول. النادي الاهلي بيلعب 10 لعيبه، وبقى في نص الملعب اللي ناحيه الشمال، ونادي الزمالك في نص الملعب اللي ناحيه اليمين، وبقى لنا تقريبا على ساعتي حوالي دقيقتين ونص تقريبا، والنتيجه التعادل 0-0. محمود ابو الدهب بيلعب كره طويله لقدام، طلعت منصور بيرد تاني، بترجع من عمرو الحديدي في نص الملعب، اسماعيل يوسف اللي ظابط ايقاع خط وسط نادي الزمالك في التايم الاولاني الحقيقه، مقطوعه على طول وتوصل تاني، طلعت منصور مع وليد صلاح، وتبقى فاول لصالح النادي الاهلي. محمود ابو الدهب على طول بيلعب كوره عند فيليكس، ماشي فيليكس ومعاه مدحت عبد الهادي، بيلعبها بترجع تاني من معتمد جمال، لعيب ناشئ من نادي الزمالك واثبت وجوده والله في التايم الاولاني. بيلعب على طول محمد صبري كوره لخالد الغندور، عايز يفوت خالد، ومع عمرو الحديدي خالد الغندور تاني، بتتصلح لعفت اللي بيشوط انما عاليه، تبقى ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي. عبد الرحيم العرجون حكم ماتش النهارده، ده رابع حكم عربي بيحكم اللقاء، اتحكم الماتش ده قبل كده قادوا حكام من الامارات ومن المغرب. ادي لعبه على طول بتوصل لاشرف يوسف الباك الشمال لنادي الزمالك، بيلعبها على طول لمحمد صبري، ماشي صبري لعفة نصار وطويلة لقدام، إنما بترجع من هذه خشبة بثقة وبعقل الجول، وأحمد شوبير. في أكتر من لاعب في صفوف الفرقتين الحقيقة بيتمتعوا بخبرة كبيرة قوي، وده يمكن اللي ظابط شكل اللعب. أدي لعبة على طول إسماعيل يوسف بيلعبها على طول بتوصل لمحمود أبو الدهب، ماشي محمود وبيلعب كرة طويلة لقدام، بيقطعها على طول طلعت منصور، ترجع تاني لعفة نصار، وعفة على جنب ناحية اليمين لخالد الغندور، وماشي ومعاه لعبد الصابر، وماشي خالد وخطر ولعبها برافو أحمد شوبير، وبترجع تاني لنادي الزمالك وأوسكار بيلعبها، برافو يا شوبير، يا خبر أبيض، فرصة كبيرة 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 بتروح من تيم نادي الزمالك، وأحمد شوبير معاها ومتوقع وصاحي، شوف اوسكار اهو وقع برجله، انما شوبير صاحي وماسك على طول. خمس دقائق على بدايه الشوط الثاني، والنتيجه التعادل 0-0 بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. مدحت عبد الهادي بترجع تاني اسماعيل يوسف، تاني اسماعيل على مهله لاشرف يوسف، واشرف على الارض تاني لعفه نصار لاسماعيل، خمسة لطلعت منصور، حسين عبد اللطيف، ماشي حسين، وعلى الأرض تاني لصبري وأشرف يوسف، ونقلة لأوسكار، إنما على طول بترجع من تيم النادي الأهلي وتروح برضه تاني للنادي الزمالك، ودي لعبة على طول بيقطعها المرة دي أسامة عرابي، برافو يا أسامة، لوليد صلاح، لأسامة، ومحاولة من النادي الأهلي ناحية اليمين، ونقلة عند وليد صلاح، وعايز يفوت وليد وتاني رضا عبد العال، وبيفكر يشوط انما تخبط وتوصل على طول في ايد نادر السيد. بداية سريعة من الفرقتين، فرقتين كبار واصحاب تاريخ كبير ومواهب ونجوم في صفوف الفرقتين. خالد الغندور، ماشي خالد، ماشي خالد وبيفكر يشوط وبيشوط فعلا، انما في ايد احمد شوبير. ربنا يسهل ونشوف اداء ومستوى عالي من الفرقتين.
نستمتع بيه جميعا. ادي الجهاز الفني للنادي الاهلي مستر هاريس واكرامي واحمد ماهر، احمد شوبير على طول، احمد بيشوط، اشرف يوسف، انما ترجع لهشام حنفي وبره الملعب اوت، اتلعبت على طول اسماعيل يوسف اللي بيقود خط وسط نادي الزمالك النهارده. وادي لعبه على طول في نص الملعب عند عفت، انما مقطوعه فيليكس لوليد وطريقه من وليد، انما فاول على مدحت عبد الهادي. اللعبه اهي بروح رياضيه، مدحت بيعتذر لوليد. اتمنى باذن الله ان الروح دي تفضل على طول لحد نهايه المباراه. اللعيبه كلهم اخوه واصدقاء واعضاء في المنتخبات. قام الحمد لله وليد صلاح الدين. وادي اعضاء مجلس اداره الناديين الكبار، النادي الاهلي ونادي الزمالك. الفاول هيلعبها محمود ابو الدهب. وليد نازل بيستلم وعلى جنب تاني، بتتنقل لهشام حنفي بيلعبها عند فيليكس، انما طويله وتوصل لنادر السيد. بيبدا نادر من ناحيه الشمال، شايف انا تركيز نادي الزمالك كله من ناحيه الجنب الشمال اللي فيه اشرف يوسف وخالد الغندور ومحمد صبري. وادي لعبه لاسماعيل لخالد اللي اتنقل هنا ناحيه اليمين، بيغير تاني اهو ناحيه الشمال عند عفت، بيفكر يشوط انما تصليحه لخالد الغندور، وخالد بيشوط انما تلفه بره الملعب اوت. ادي المستشار جلال ابراهيم والكابتن حمد امام وبقيه اعضاء نادي الزمالك. وضربه مرمى لصالح النادي الاهلي هيلعبها احمد شوبير. وما فيش اي تيم عمل تغيير. وادي الكابتن شطه وداخلين على 10 دقائق. لعبت على طول لمحمود ابو الذهب، ليبرو تيم النادي الاهلي النهارده، وعامل ماتش كبير الحقيقه في الشوط الاول في التغطيه ورا زمايله. وبره الملعب اوت لصالح نادي الزمالك. ادي اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي والمهندس عادل القيعي مدير عام النادي. يعني لقاء الحقيقه بيحظى باهتمام كل المسؤولين والجماهير. ادي لعبه على طول بترجع تاني من عمرو الحديدي لفيليكس، ماشي فيليكس لرضا عبد العال لاسامه عرابي، اسامه عرابي تاني رضا عبد العال، وعايز يمشي رضا، بيلعبها على طول لوليد صلاح، ووليد ماشي وتاني عند فيليكس، انما بيضغط اسماعيل يوسف ومدحت عبد الهادي بيخلصها، وتاني اسماعيل وعلى مهل اسماعيل يوسف. ماشي اسماعيل عامل شغل كبير قوي في تيم نادي الزمالك. اسماعيل يوسف الحقيقه بخبره كبيره، بيغيب عن لقاء النهارده هشام يكن واشرف قاسم، قوتين وخبره كبيره في تيم نادي الزمالك، فايده كلف اسماعيل يوسف مسؤوليه كبيره قوي زي ما بيغيب عن صفوف النادي الاهلي حسام حسن وابراهيم. محمود ابو الدهب بيقطع وتاني ملعوبه على طول، انما بره الملعب اوت. وشايف انا تغيير في تيم النادي الاهلي، علاء عبد الصادق رقم 14 هيخرج وهينزل مشير حنفي. اول تغيير لتيم النادي الاهلي مشير حنفي رقم 13 وخارج علاء عبد الصادق. بذكر حضراتكم اني مشير حنفي رقم 13 بدلا من علاء عبد الصادق رقم 14. بذكر حضراتكم ادي بعد اللعبه دي حسين عبد اللطيف قنبله، انما معاه احمد شوبير وقافل زاويته، وتبقى فرصه كبيره. خد وهات اهي اهي، تصليحه كويسه قوي وحسين عبد اللطيف، انما معاها والله احمد شوبير، تبقى ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي.
اول تغيير بيعمله فيليب بيعمله مستر هاريس لتيم النادي الاهلي. اوف سايد على فيليكس. خرج علاء عبد الصادق ونزل مشير حنفي، عمل تغيير في خط الدفاع. بيلعب 10 النادي الاهلي، وادي نادي الزمالك طلعت منصور بيبدا اللي بيلعب النهارده بعد غيبه طويله، انما مادي اداء كويس هو ومدحت عبد الهادي ومعتمد جمال واشرف يوسف في خط الدفاع نادي الزمالك. ادي لعبه عند اشرف ماشي من ناحيه الشمال ولسه مع اشرف، لسه مع اشرف، وتاني بترجع ورا لاسماعيل يوسف. بيبدا تاني اسماعيل من ناحيه الشمال، صبري لمعتمد جمال اللي بيلعب ليبرو في تيم نادي الزمالك النهارده. طلعت منصور ونقل على طول عند اسامه عرابي لرضا عبد العال، وماشي رضا بينقلها على طول لهشام حنفي من النجوم الصاعده برضه في تيم النادي الاهلي النهارده. تروح لرضا عبد العال ترقيصه من رضا فيليكس من رضا، انما في توقيت هايل معتمد جمال بيحط رجله بيطلع الكوره كورنر. معتمد جمال بينقذ كوره خطر قوي 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 من قدام فيليكس في توقيت كويس، زي ما سمعته مني ومن الزميل اشرف شاكر في الشوط الاول. لقاء القمه ده فعلا بيبقى شهاده ميلاد لبعض النجوم الصاعده. النهارده معتمد جمال بيحط رجله بجداره في صفوف نادي الزمالك وبيقول انا هنا، شايف انا رضا عبد العال كان بيتعالج والحمد لله قام سليم ويكمل مع فرقته. هنشوف برضو نادي الزمالك تامر النحاس رقم 16 يمكن يغير، وعلى ساعة أنا داخلين على ربع ساعة وكورنر اوت للنادي الاهلي اتلعبت على طول لفيليكس لاسامة عرابي. تاني وليد صلاح ومعاه اسماعيل يوسف لسه مع وليد وبنقلها على طول لفيليكس، وتصليحة وشوطة من هشام حنفي بترجع تاني لنادر. بيلعبها نادر برجله عند اوسكار انما بره الملعب قوي. على طول النادي الاهلي وبره الملعب اوت من عمرو الحديد. بتوصل الكره على طول لاسماعيل يوسف. ترمومتر اداء نادي الزمالك النهارده الحقيقه في نص الملعب. اسماعيل يوسف عامل جهد كبير قوي، وادي الكره بره الملعب اوت لنادي الزمالك. اسماعيل لطلعت منصور، ماشي طلعت، ماشي طلعت وبينقلها على طول، انما تاني بتوصل لاحمد شوبير. بخبرته احمد شوبير بيهدي وبيلعبها على طول طويله لقدام فيليكس، توصل تاني لهشام حنفي. حرك له فيليكس كويس قوي ناحيه اليمين وبياخدها فيليكس، وماشي مع اشرف يوسف لسه مع فيليكس، لسه مع فيليكس وعايز يلعبها انما يلعبها وعاليه وتطول وبره الملعب اوت، تبقى ضربه مرمى لتيم نادي الزمالك. تغيير شايف انا تامر النحاس وهيطلع عفه نصار. كده يبقى هاريس عمل تغيير دفاعي، خرج علاء عبد الصادق ونزل مشير حنفي، وقبله نادي الزمالك ريدل نزل تامر النحاس فيرود مكان عفت نصار. ادي كره على طول بتوصل لاسماعيل يوسف بينقلها لاشرف يوسف، ماشي اشرف. وحضراتكم معايا شايفين تركيز نادي الزمالك معظمه من عند صبري واشرف يوسف، وبيميل عليهم اسماعيل يوسف ناحيه
الشمال اللي اتنقلت دلوقتي الكره عند طلعت ضغط عليه وليد صلاح. وليد بيعمل هجمه للنادي الاهلي عند فيليكس. ماشي فيليكس انما اوسكار وفيليكس الاثنين بقى بلديات من غانا. اول مره اثنين لعيبه افارقه من بلد واحده، فيليكس رقم 17 واوسكار من رقم 19. من الاثنين من غانا بيلعبوا النهارده، بيشاركوا لاول مره في لقاء القمه. فاول هيلعبها محمود ابو الدهب وبيشوط انما عاليه بره الملعب، او تبقى ضربه مرمى لصالح نادي الزمالك. جمهور كبير النهارده بيحضر في استاد القاهره، والله يزيد عن 50,000 متفرج، حاجه جميله طبعا. وبنشكر كل المسؤولين اللي ساهموا في اذاعه المباريات، عشان كل الاشقاء العرب والاخوه المصريين اللي بيشوفونا في اوروبا عبر القناه الفضائيه. محمد صبري ماشي تطول وتوصل على طول للنادي الاهلي. مشير حنفي بيلعب كره طويله، فيليكس انما رايه وصفاره اوفسايد. بيبدا حسين عبد اللطيف الغندور اللي بيتحرك هنا ناحيه اليمين، بينقلها على طول تاني لصبري انما مقطوعه هذه خشبه. منقولة على طول أسامة عرابي، أسامة عرابي من تكتيكته المفضلة. ماشي أسامة من ناحية الشمال إنما ضاغط عليه حسين عبد اللطيف، لسه مع أسامة بيلعبها أسامة ورا إنما مقطوعة تاني لنادي الزمالك. توصل لوليد وبيعدي وليد، مهارته عالية قوي الحقيقة وليد صلاح الدين زي خالد الغندور وصبري. أوت للنادي الأهلي هيلعبها أسامة، لعبة خالد الغندور، أسامة لعبها خالد الغندور وخدها اوت انما الحكم بيقول ما شفتهاش. تطلع اوت تاني لاسامه عرابي، يلعبها على طول لوليد، وليد صلاح الدين بيسيبها لفيليكس، وفيليكس لرضا عبد العال، ورضا عبد العال بيبدا تاني من ناحيه اليمين عند هشام حنفي، وهشام بيلعبها تخبط واشرف يوسف وتطلع بره الملعب. كورنر داخلين على تلت ساعة وصفر صفر بين النادي الأهلي ونادي الزمالك. وداخل هشام حنفي وبيلعبها إنما تاني بترجع تبقى ضربة مرمى لصالح نادي الزمالك، هيلعبها نادر السيد. مدي فرصة كبيرة قوي الحقيقة الجهاز الفني لنادي الزمالك النهاردة المجموعة من اللاعبين الصاعدين والشباب اللي أثبتوا وجودهم. وادي لعبه على طول من مشير حنفي بيلعبها تخبط في اوسكار وتطلع بره الملعب. او مشير حنفي على طول بيرجعها لاحمد شوبير. احمد شوبير بيشوطها على طول، احمد بتوصل لمدحت عبد الهادي احد ركائز دفاع نادي الزمالك الموسم ده الحقيقه. خالد الغندور بيلعبها الاوسكار انما معاه مشير حنفي، بيوصل تاني لحسين عبد اللطيف. ماشي حسين عبد اللطيف بيفكر يشوط، معاه اسامه عرابي لسه مع حسين مقفوله عليه، وفعلا بيحط رجله معاه محمود ابو الدهب وبره الملعب اوت. خالد الغندور لطلعت منصور، طلعت منصور بيبدا تاني مع اسماعيل يوسف لمعتمد جمال، ومعتمد بيلعبها ناحيه الشمال عند صبري انما معاه هشام حنفي وتطول وبره الملعب او تبقى ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي. هدافين كبار من الفرقتين بيغيبوا الحقيقه عن لقاء النهارده من النادي الاهلي، ايمن شوقي ومحمد رمضان اللي اعتزل وماسك دلوقتي المدير الاداري، ومن نادي الزمالك ايمن منصور اللي بنتمنى له الشفاء، وايمانويل النيجيري. هذه لعبه على طول لقدام، معتمد جمال لوحده بيلم معتمد وبينقلها على طول نص الملعب
حسين عبد اللطيف من مقسم عربي بيقطع وتاني طلعت بيصحح وضعه ومنقوله هجمه لفيليكس للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. ماشي فيليكس مش معاه معتمد جمال وبياخدها معتمد وعلى الارض بيلعبها لخالد الغندور ومعاه محمود ابو الدهب بيقطعها محمود. برافو يا محمود لاسامه عرابي لوليد صلاح لرضا عبد العال لوليد صلاح. فرقتين اداء في سهوله ونقله على الواقف كده وادي فيليكس ماشي ومعاه محمد صبري وتبقى فاول لصالح فيليكس. فاول لصالح النادي الاهلي. جماهير كبيره بتحضر ماتش النهارده للفرقتين الحقيقه للاعلام الحمراء والاعلام البيضاء زينا مدرجات استاد القاهره الدولي. ادي لعبه للنادي الاهلي متشاطه على طول وبره الملعب ضربه مرمى شوطه من محمود ابو الدهب متخصص القذائف النهارده في تيم النادي الاهلي. ادي لعبه لنادي الزمالك على طول طلعت منصور حسين عبد اللطيف لطلعت اسامه عرابي ومعاه خالد الغندور بتوصل لوليد صلاح الدين. وليد على طول لرضا عبد العال وعايز يعدي رضا ومعاه اسماعيل يوسف بيقطعها اسماعيل على طول لحسين عبد اللطيف. خالد الغندور ومعاه هشام حنفي عايز يرقص انما معاه هشام يقطع هشام وماشي وماشي هشام حنفي وماشي انما مقطوع على طول مدحت عبد الهادي لخالد الغندور. خالد الغندور اشرف يوسف واقع مدحت عبد الهادي توصل على طول لاسماعيل يوسف. اسماعيل يوسف ماشي ماشي اسماعيل وملعوبه على طول لتامر النحاس انما مغطى على طول اسامه عرابي وماشي اسامه وفاول فاول على نادي الزمالك لصالح اسامه عرابي. وبروح رياضيه عاليه بيقوم اوسكار واسامه عرابي ولسه واقع مدحت عبد الهادي وان شاء الله يتعالج ويقوم يكمل سليم مع فرقته. على فكره ماتش النادي الاهلي ونادي الزمالك اتكرر في نفس اليوم 25 ديسمبر سنه 87 من الصدف الغريبه يعني وانتهى اللقاء بتعادل الفرقتين 1-1. جاب جول للنادي الزمالك ايمن يونس وجاب جول التعادل حسام حسن 25 ديسمبر سنه 87 ومعظم لقاءات الفرقتين كانت بتكون في شهر ديسمبر من كل سنه. مباراه قمه بين الفرقتين شعبيه كبيره قوي للنادي الاهلي ونادي الزمالك على مستوى مصر والوطن العربي وافريقيا. خارج مدحت عبد الهادي وشايف انا معاه الدكتور ممدوح مصباح والكابتن محمد السيد وتيم نادي الزمالك برضه بقى 10 زي تيم النادي الاهلي. ادي اوسكار بيسند لرضا عبد العال طالع له اسامه عرابي وبتتلعب على طول لاسامه وماشي اسامه مع حسين عبد اللطيف. منظر اتكرر كتير قوي في الشوط الثاني اسامه عرابي وبيلعبها على طول لوليد انما مش سايبه معتمد تامر النحاس وبيحط الكوره بره الملعب. اوت نزل مدحت عبد الهادي واوت هيلعبها اسامه عرابي لوليد تاني بترجع لاسامه عرابي عايز يعدي وبره الملعب اوت من تامر النحاس. 26 دقيقه تقريبا وادي الجهاز الفني لنادي الزمالك 26 دقيقه والنتيجه التعادل 0-0 بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في ختام الاسبوع رقم 13 من مسابقه الدوري الممتاز في كره القدم. النادي الاهلي 28 نقطه ونادي الزمالك 20 نقطه وليه اربع لقاءات مؤجله. من هنا حساسيه الماتش وادي فيليكس ومعاه طلعت منصور انما بره الملعب
قاوت ضربه مرمى لنادي الزمالك. اتلعبت على طول لمعتمد جمال، بيسيبها لاسماعيل يوسف ممثل الخبره النهارده في تيم نادي الزمالك، زي اسامه عرابي وشوبير في تيم النادي الاهلي. حسين عبد اللطيف لطلعت منصور، لحسين عبد اللطيف تاني، ماشي حسين بيلعبها تخبط في وليد وبره الملعب اوت. ادي حسين عبد اللطيف، وحسين على طول بيلعبها للغندور، انما معاه مشير حنفي بره الملعب اوت. حسين عبد اللطيف تاني بيلعبها لتامر النحاس، انما في فاول لصالح النادي الاهلي. شايف انا تيم النادي الاهلي برضو في الظاهر تغيير، هشوف انا مين. ياسر ريان بيسخن، فاول لصالح النادي الاهلي، يلعبها على طول محمود ابو الدهب وعالية اشرف يوسف. تاني بترجع من هشام حنفي، هذه خشبه لهشام حنفي احد النجوم الصعبه النهارده في اللقاء. ماشي هشام من ناحيه اليمين وبيلعبها على طول، انما مدحت عبد الهادي بترجع لوليد وبيلعبها. يا خبر ابيض، مش ممكن، برافو يا معتمد. اهي مدحت عبد الهادي بترجع لوليد يلعبها نادر، وعلى طول تاني مدحت بيصحح وضعه وبيحط الكوره كورنر. هشام حنفي رماه هاريس من ناحيه الوينج اليمين عشان يوقف خطوره نادي الزمالك، من ناحيه الشمال عند اشرف يوسف وصبري والغندور. هشام حنفي هيلعب الكورنر، اتلعبت على طول وفيليكس، انما بترجع تاني لمعتمد، وبيبدا معتمد اهو من ناحيه صبري ناحيه الوينج الشمال، وصبري بيلعب كره طويله عند اوسكار ومعاه محمود ابو الدهب بره الملعب اوت. فعلا عمل التسخين ياسر ريان، وبيطلب من الحكم الرابع الكابتن محمد معوض، ونص ساعه على ساعتي والنتيجه التعادل 0-0 بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. اتلعبت على طول الاوت لنادي الزمالك، محمد صبري بيلعب كرة عالية عند تامر النحاس انما ضعيفة، وتوصل تاني لحسين بيلفها تخبط في ابو الدهب وترجع تاني لطلعت منصور زمالك، يلعبها توصل لرضا عبد العال اهلي، ورضا على طول بيلعبها اسامة عرابي، وماشي اسامة من ناحية الشمال، وهجمة لاسامة من ناحية الوينج الشمال وعايز يلعبها، بيلعبها بتخبط في طلعت منصور وتطلع بره الملعب اوت. هيعمل اهو النادي الاهلي التغيير، خارج وليد صلاح الدين وهينزل ياسر ريان بعد نص ساعة تقريبا او 31 دقيقة. خرج وليد صلاح الدين ونزل ياسر ريان، اسامه عرابي يلعب الاوت لفيليكس، ترجع تاني لاسامه، هنشوف ياسر هيلعب ناحيه اليمين. انا شايف هنا اسامه عرابي شاغل الجنب الشمال للنادي الاهلي، بيلعبها اسامه تخبط في طلعت منصور وتطلع بره الملعب كورنر. ياسر ريان اول كره بيلعبها لاسامه، بيلعبها بعرض الملعب، بيطلع على طول مدحت عبد الهادي، بتوصل لمحمود ابو الدهب، ومحمود بيبدا تاني على جنب ناحيه هشام حنفي في الجنب اليمين، وهشام بيسقطها، اسماعيل يوسف بيقطعها وتوصل تاني، اوبا هذه خشبه، هذه خشبه، يصطاد كوره بيرجعها اسماعيل يوسف ويلعبها قنبله، انما تعلى تبقى ضربه مرمى لصالح نادر السيد.
نادر على طول بيبدا مع طلعت منصور يرجعها تاني عبد الرحيم العرجون حكم ماتش النهارده الحكم الدولي المغربي، اللي زي ما بقول لحضراتكم ان رابع حكم عربي قبل كده جه جمال الشريف وعبد العال ناصري وعبد العزيز الملا من الامارات، وهو الحكم الرابع. شرف كبير طبعا لاي حكم عربي انه يحكم لقاء قمه بين الاهلي والزمالك، وادي لعبه على طول بتوصل لمدحت عبد الهادي، والعرجون كان مدي اتاحه فرصه انما لما بعدت الكوره عن هشام حنفي راح مصفر فاول لصالح النادي الاهلي. يا ترى محمود ابو الدهب برضه هيشوط ولا ايه؟ شايف انا جنبه رضا عبد العال. وادي الجهاز الفني لنادي الزمالك. محمود ابو الدهب بيشوط بترد تاني من الحيطه لاسامه عرابي لياسر ريان، عايز يفوت ياسر، عايز يفوت مع طلعت منصور، حاطط رجله مع طلعت متوقع وخبره كبيره وبيحط الكره بره الملعب قوي. ياسر ريان على طول بترجع تاني من حسين عبد اللطيف وجوه الملعب، وتطلع دلوقتي بره الملعب اوت مشير حنفي اللي واخد مراقبه خالد الغندور من ساعه ما نزل. ادي لعبه على طول لاسامه عرابي بيلعبها كابتن ابراهيم الجويني، بيعلق على المباراه لاذاعه شباب والرياضه ومعاه الزميل احمد الليسي. ادي لعبه على طول لفيليكس، ماشي فيليكس انما بتطول ومعاه معتمد جمال وبيسيبها تطلع بره الملعب ضربه مرمى. الحقيقه من الحاجات اللي لفت نظري في الماتش النهارده مجموعه النجوم الصاعده سواء في نادي الزمالك زي معتمد ومدحت عبد الهادي او في النادي الاهلي زي هشام حنفي، مادين اداء كويس وثبتوا اقدامهم. فدي لعبه لاسماعيل يوسف بيلعبها على طول لقدام، نقله لاوسكار انما رايه وصفاره اوفسايد، اوفسايد اوسكار، ضربه حره غير مباشره. وادي احتياطي النادي الاهلي كابتن عبد الرحيم محمد مدرب نادي الزمالك، تعليمات في اخر 10 دقائق. طبعا توتر الله يكون في عون الاجهزه الفنيه. داخلين على 35 دقيقه، اتلعبت على طول من محمود ابو الدهب انما مقطوعه في السكه، ياخدها ياسر ريان، وياسر على طول بيلعبها لفيليكس لياسر انما تطول بره الملعب قوي. حاول ينشط الان هاريس الناحيه الهجوميه فدفع بياسر ريان، وادي لعبه على طول بيرجعها تاني محمود ابو الدهب اللي بيمثل النهارده صمام امان خط دفاع النادي الاهلي. طلعت منصور هيلعب الاوت لصالح نادي الزمالك، لعبت على طول عند خالد الغندور يلعبها خالد بترجع له تاني ومعاه مشير حنفي، اهو بقول لحضراتكم معاه خالد الغندور بيلعبها ورا لطلعت، وطلعت بيلعب كره عاليه عند اوسكار وابو الدهب بترجع تاني هوبا من محمد صبري انما عاليه عاليه ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي. 0-0 بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في ختام الاسبوع رقم 13. محمود ابو الدهب هيلعب ضربه المرمى، احمد شوبير بيكلم عبد الرحيم العرجون حكم الماتش، الظاهر كان في حاجه، واتلعبت على طول ضربه المرمى من محمود ابو الدهب. اشرف يوسف ومعاه فيليكس ياخدها اشرف وعايز يمشي انما تطول بره الملعب اوت، اوت لصالح النادي الاهلي. هشام حنفي بيلعبها وترجع تاني من اشرف بره الملعب اوت، هيلعبها برضه هشام حنفي على طول. هشام بيلعبها لفيليكس وعايز يفوت معاه مدحت عبد الهادي، والله ايمان مدي اوت على مدحت بيقول له انت لمستها. لعبه طرد من الحكم لاشرف
يوسف طرد لأشرف يوسف من نادي الزمالك. عارفين حضراتكم اطرد إبراهيم حسن من النادي الأهلي في الشوط الأول. يبقى كده كل تيم هيلعب هيكمل المباراة 10 لاعب. الغريبة إن إبراهيم حسن الباك اليمين من النادي الأهلي اطرد، ودلوقتي بيطرد الباك الشمال لنادي الزمالك أشرف يوسف. طبعا ما نحبش أبدا إن الماتش كان يحصل فيه أي طرد ولا حتى إنذار، كنا بنتمنى، إنما معلش بيبقى فيه شوية حماس وشوية شدة، إنما اللعيبة كلهم طبعا إخوة وزملاء وأعضاء في المنتخبات، سواء المنتخب الكبير أو المنتخب الأولمبي أو منتخب الشباب. إن شاء الله المباراة تنتهي على خير، لأن بصراحة لعيبة الأهلي والزمالك نجوم وقدوة لكل الناشئين خارج. وادي هشام ياكن كابتن تيم نادي الزمالك اللي موجود في الاحتياط النهاردة بيخرج زميله أشرف يوسف. خارج أشرف وهنلعب مع بعض تاني الوقت اللي باقي من المباراة. اترمى الاوت لصالح النادي الاهلي رضا عبد العال، انما بترجع تاني من نادي الزمالك. والاوت هيلعبها هشام حنفي، اتلعبت على طول رضا عبد العال، انما بره الملعب كورنر. ضربة ركنية لصالح النادي الاهلي هيلعبها هشام حنفي، لعبت على طول من هشام وعليا وبيلقطها محمود ابو الدهب، انما بره الملعب اوت. ضربة مرمى لصالح نادي الزمالك هيلعبها نادر السيد. داخلين على الدقيقة 40، وادي لعبة على طول لاسماعيل يوسف مقطوعة توصل لرضا عبد العال وماشي، انما فاول. فاول لصالح با انذار اسماعيل يوسف، في انذار يبقى في طرد لاسماعيل. فاول فاول على اسماعيل. انذار الحكم طلع انذار، وكان في انذار في الشوط الاول. خرج اسماعيل يوسف، مباراه غريبه في احداثها، طرد لاثنين من لعيبه نادي الزمالك يمكن في اقل من دقيقه واحده. اشرف يوسف ووراه على طول اسماعيل في الشوط الثاني. حوالي 40 دقيقة ونص تقريبا، داخلين على الدقيقة 41 والنتيجة التعادل 0-0 بين النادي الأهلي ونادي الزمالك. إسماعيل يوسف في رأيي أنا يفرق كتير قوي في تيم نادي الزمالك النهاردة، وإنذار لمحمد صبري. إسماعيل زي ما قلت لحضراتكم ممثل الخبرة في تيم نادي الزمالك النهاردة، اطرد وفاول لصالح النادي الأهلي هيلعبها محمود أبو الدهب، وداخل محمود وبيلعبها وبره الملعب اوت. ضربة مرمى لصالح نادي الزمالك. هذه اللعبة تاني اهي بشوطة قوية محمود ابو الدهب على يمين نادر. ضربة
ضربه مرمى لصالح نادي الزمالك هيلعبها نادر السيد. لعبت على طول توصل لياسر ريان اسماعيل لاسامه عرابي، ترجع تاني نادي الزمالك طلعت منصور بيلعبها تخبط في ياسر ريان وبره الملعب اوت. وقت حرج وحساس من زمن المباراه حوالي دقيقتين ونص تقريبا، واترمى الاوت على طول حسين عبد اللطيف انما تاني بره الملعب اوت. اوت لصالح نادي الزمالك هيلعبها طلعت منصور، الزمالك طرد منه اثنين لعيبه بيلعب تسعه دلوقتي والنادي الاهلي 10 لعيبه. طلعت منصور يرد كره على طول طويله لقدام بترجع من محمود ابو الدهب لهادي خشبه اوسكار هشام حنفي لهادي خشبه واوسكار مجهود كبير من اوسكار ويحصلها والله اوسكار ويلعب تاني لورا محمد صبري لطلعت منصور وطلعت بيلعب كره طويله لقدام ومشير حنفي قبل الغندور وياخدها خالد انما ترجع تاني من مشير لاسامه عرابي واسامه بيلعبها في نص الملعب فيليكس انما في فاول مصفر العرجون فاول لصالح النادي الاهلي وداخلين على الدقيقه 44 اول زياره للعرجون. فاول مصفر العرجون فاول لصالح النادي الاهلي وداخلين على الدقيقة 44 اول زيارة للعرجون هنا في القاهرة. تغيير في تيم نادي الزمالك، تغيير تكتيكي بقى من ألفريد ريدل والجهاز الفني عشان الدقيقة اللي باقية هنشوف عقل جدالله نزل وخرج خالد الغندور. عقل جدالله وادي لعبه على طول لنادي الزمالك بيطلعها اوسكار وتاني بترجع في نص الملعب اسامه عرابي واسامه بيلعب كره طويله ياسر ريان يستلم ياسر وبيلفها انما بيطلع على طول معتمد برافو معتمد توصل تاني لاسامه عرابي وحسين عبد اللطيف وماشي حسين راجع على جول حسين اهو وبينقلها لطلعت منصور وطلعت بيلعبها طويله لقدام في نص الملعب اول كره لعقل جدالله وتاني عقل انما مد الحكم هاند بول وهذه خشبه بينقلها لرضا انما تاني مدحت عبد الهادي يسيبها لعقل جدالله وعقل بيلعبها طويله ناحيه الشمال انما توصل لهذه خشبه ضابط ايقاع خط وسط نادي الاهلي النهارده لرضا عبد العال وتاني على طول بيطلع طلعت منصور والحكم بيصفر مدي فاول تقريبا على نادي الزمالك هيلعبها رضا عبد العال وعلى ساعتي انا بنلعب في الدقيقه داخلين على الدقيقه الاولى من الوقت بدل الضايع ودي لعبه على طول ضعيفه بيسيبها نادر السيد ضربه مرمى لصالح نادي الزمالك. بفكر حضراتكم النادي الاهلي في المركز الاول وليه 28 نقطه ونادي الزمالك ليه 20 نقطه وباقي له اربع مباريات مؤجله. ادي لعبه على طول ضربه المرمى بتتلعب بتعدي لاسامه عرابي
واسامه عرابي بيلعبها بيطلعها على طول طلعت منصور لحسين عبد اللطيف. حسين عبد اللطيف ورا لا وماشي انما مقطوعه توصل لفيليكس وفيليكس على طول لرضا عبد العال وماشي رضا عبد العال ماشي رضا ومعدي عدى رضا انما قاطع على طول طلعت منصور وعلى طول بيحطها طلعت ناحيه اليمين مفيش حد تلاقي مشير حنفي من تيم النادي الاهلي وعلى طول بيلعبها لهادي خشبه ماشي هادي لرضا عبد العال وماشي رضا وبيزقها على جنب لمشير انما مدحت عبد الهادي بيسيبها وتبقى ضربه مرمى لصالح نادي الزمالك. داخلين على الدقيقه 47 لعبنا دقيقتين في الوقت بدل الضايع والحكم طبعا هو صاحب الوقت الاضافي اللي بيضيفه وادي ضربه المرمى اتلعبت على طول وبيصفر فعلا عبد الرحيم العرجون الحكم الدولي المغربي عشان تنتهي المباراه بتعادل الفريقين النادي الاهلي ونادي الزمالك في ختام الاسبوع.